الإفادة، الخبر بالمختصر المفيد. اليوم عشتوا معنا مسك الختام ديال الرمضانيات في نسخته الثانية، منظم من طرف مؤسسة طنجة الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب تحت إشراف والد الجهة السي محمد المهيدية، مشكورا على دعمه لهذا المهرجان وهذه الرمضانيات، لأن كذلك رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمدة مدينة طنجة ورئيس مقاطعة طنجة المدينة وكل وسائل الإعلام اللي وكلت هذا البرنامج. الهدف من الأسمى هذا البرنامج هو ان مدينه طنجه عرفت واحد الصحوه تنمويه كبيره بفضل الرعايه الصابيه صاحب الجلاله في اطار مشاريع طنجه الكبرى، اللي عرفت تقريب الخدمه العموميه للاحياء الهامشيه مدينه طنجه. الحمد لله مدينه طنجه عرفت واحد الجماليه على مستوى جميع الاحياء، وفيها واحد مجموعه دور الشباب والمنشات الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه. الهدف الاسمى هو اننا خصنا نسيروا يعني الاوراج ديال صاحب الجلاله لوضع برامج هادفة لساكنة مدينة طنجة، وهذا هو الهدف الأسمى ديال مؤسسة طنجة الكبرى اللي بدأت هذا رمضان وعملت واحد البرنامج غني فيه الثقافي فيه الرياضي فيه الاجتماعي وفيه الفني. الحمد لله كل محور الا وكيجبر الناس ديالو المتتبعين ديالو والناس اللي واكبت هذا الشهر رمضان الحمد لله الابرك، يعني من واحد رمضان الى 21 منه الى يومنا هذا معمر الحمد لله دائما جميع البرامج كانت متميزه وكانت هادفه. كانت الايام التضامنيه اللي زرنا فيها اطفال التوحد، كذلك اقمنا حفل جماعي لمقصورة الأحداث بالسجن المدني رقم 1 مع أنشطة تربوية توعوية، وكذلك زيارة لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية مدينة طنجة، وكذلك قمنا بدوري للشطرنج بجميع المقاطعات، دوريات لكرة القدم بجميع المقاطعات نساء ورجالا، دوري لكرة السلة بشراكة مع اتحاد طنجة لكرة السلة بساحة الأمم ذكور وإناث، كذلك كان هناك دوري لكرة السلة كرة القدم النسوية مع جيل المستقبل اللي عرف مشاركة الفريق. كان هناك محور الفكر اللي كانوا فيه أربعة ديال الندوات علمية فكرية متميزة اللي ربطت الحضارات المغربية الاستراتيجية المغربية مع إفريقيا، وكذلك موضوع للاستهلاك والغلاء في رمضان، كذلك يعني وخداوه يعني علماء اجلاء ودكاتره مختصين مع رابطه الدفاع عن المستهلكين. يعني كانت هناك برامج متنوعه، كان عندنا الادب والفن في شخص امسيه شعريه، كذلك كانت هناك اماسي لاستضافه واحد مجموعه ديال الوجوه رياضيه سياسيه فنيه اجتماعيه. كنحاولوا اننا في كل البرامج اننا ننوعوا ويكون التنوع، كذلك كانت هناك بصمات نسائيه اللي بقى مشى الحمد لله، واخا ان البرنامج سلا باقي جوج البرامج اخرى بصمات نسائيه اللي كتشرف عليه كذلك المديرية الجهوية، لأن فيه رواد دار الشباب كيكونوا فيه واحد مجموعة ديال البرامج اللي هي متميزة ومتميزة جدا في إطار التنمية البشرية المحلية وتوعية المرأة وإدماجها في مجموعة ديال 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 ديال, ديال الأعمال الاقتصادية والاجتماعية في إطار المقاولات الذاتية. كاين هناك مجموعة من البرامج. الحمد لله على أننا اليوم مع محمد العروسي تم إمتاعنا بفقرات غنائية، تم تكريم العديد من الوجوه، تم تقديم الفريق العمل، كذلك شكرا للجميع، شكرا لمن دعم هذا المشروع، شكرا لكم كذلك.